الخبير العسكري اللي انا بشرك على النصيحه بس انا مش بيتفضل انت مش بيتفضل انت الكلب اشرح لي شيء خلصت وهالمره حاكد خلصت وفشلت كان يا مكان عميقا في الغابة قرية مخفية تعيش فيها كائنات صغيرة. دخلك كيف بتلاقي الشبه بين السياسة والسنافر؟ يعني كلياتنا سنافر وكل مصطلحاتنا السياسية عند التنفيذ سنفورية. يعني دائما منقول سوف نمارس الديمقراطية كأنه عم نقول سنسنفر السنفورية، لكل المصطلحات اللي نازلين شرح فيها من ثيوقراطية لبراغماتية وغيرها هي عند العرب صابون وعند السنافر سنفريون. طيب رح اجي معك، هات لنشوف كيف رح تسنفرنا. منبلش بسنافر النظام. هلأ أكيد عنا سنفور حافظ يلي كنا نسميه لما كنا طلائع السنافر بابا سنفور غصب عننا، وهو كتير بيشبه بابا سنفور لأنه ما في غيره. لأنه بابا حافظ خلال مسيرته السنفورية قتل وحبس ومنع من السفر كل السنافر، يعني منعهم من أنه يسنفروا بحياتهم، وتوحد بأخذ القرار السنفوري بقرية السنافر السورية. بس لما كبر بابا سنفور يلي كان عم يخطط أنه سنفور قوي يحل محله كبابا للسنافر، راح هذا السنفور طير أحلام البابا السنفور، فاضطر يجيب من قرية السنافر البريطانية سنفور عامل حاله ذكي ليكون خليفته كبابا للسنافر ويسلم الطاقية الحمراء. أين كنت حين تم تمزيع العقول؟ أين كنت؟ لا أدري، ربما كنت معك. ومثل قرية السنافر ما في غير سنفورة واحدة هي سنفورة بوسينة. أما بقية السنفورات المحيطات ببابا سنفور القديم والجديد فهنن سنفورات آنيات بيجوا وبيروحوا، مثل بعض السنفورات الوزيرات أو سنفورات تبع الاتحاد النسائي الله يرحمه، وكل هدول السنفورات ما حدا سنفرون بحياته. مستر كونسبشن، برنامجنا عائلي. لك شيء بطلع الخلق بخليني سنفور غضبان. عشت طول حياتي وبقرية السنافر السورية دائما اعتمدوا البابايين تبع السنافر سياسة سنفور مناسب بمكان غير مناسب، يعني بسنفروا سنفور اقتصادي بوزارة الري. الحرارة تجفف دماغي كما تجفف ملفوفاتي. بحطوا سنفور غبي محل سنفور ذكي وهيك. أما بابا سنفور الحالي فعنده أخ إن المفروض إنه يكون سنفور عسكري، بس من كثر ما بيضل لابس بيجامة الرياضة يطلق عليه سنفور رياضي. وبجنبه في سنفور أكول يلي هو وليد المعلم، وطبعا في سنفور متفهم يلي هو سيادة السفير بشار الجعفري. وما في سنافر تانية؟ في سنفور غليظ كتير، بس هذا بتلاقي منه عند النظام وعند المعارضة. طيب ما عندنا شرشبيل؟ برأيك بابا داعش شو عم يعمل لك هان؟ ايه وين بدي اقولها هي تبع تابعونا على الفيسبوك وعملوا لنا لايك وشير. هلا بدي اقولها. سجلت خلصت. طيب تابعونا.